كنت أتمنى أن السيد وزير الشؤون الخارجية المغربي لم يطلع بتصريحات أو تصرفات أقول استعراضية إن صح القول أو استفزازية في بعض الأحيان. عمرنا ولا قلنا كلمة يعني غير لائقة في هذا الشأن. نحن نبني على المستقبل وليس على السب والشتم والكلام الغير لائق. فيها قرارات، فيها قانون دولي واضح، فيها انتماء للصحراء الغربية، لجمهورية الصحراء الغربية، للاتحاد الإفريقي، فيها قرارات الأمم المتحدة، مجلس أمن أو الجامعة أو الجمعية العامة، هذا واضحين. لن يغير موقف الجزائر، لن ندخل في كلام غير لائق مع الأشقاء في المغرب، ونبني على المستقبل. أما هذه الحملات الصحفية المفبركة، احنا عارفين ان مش صحافة تتكلم هكاك ويقولوا وش يحبوا. هذه هم الناس هذوك، بعض الدول اللي فتحت قنصليات في الصحراء الغربية، كنت أتمنى أن تفتح سفارات في الرباط ربما، وتلك ربما، ولكن بعض الدول اللي فتحت قنصليات بدون راعي، بدون أي مصلحة، بدون الاقتصاد، الله يسهل عليهم.